كل سنة وانتم طيبين يا حلويات قلبي. انعاد عليكم بالخير والبركة للولاد والبنات اللي سالكين واللي تمامهم تمام. اسمع يا موكوس انت وهو، وانت رايح تصلي صلاة العيد لو شفت البت لابسة العباية السودة ووسطها زي حزمة الجرجير كده هو، كيف نفسي اقول لك زي وسطي بس انا حزمة البرسي لك ضربة على عينك وحط يا اخويا الاحمر والاخضر وضرب لك حواجبها قلم فلمستر، يا نهار اسود عليا وعلى سنيني، وحط لك راسين فوق بعض قال ايه طرحتين، وهي ولا كانها طالعه من فيلم كرتون. اوعى يا موكوس، اوعى يا موكوس تمشي وراها، انا بقول لك اهو لا تلبس بالعبايه يا موكوس على عينك. هيطلع واحد يقول لي ليه يا خالة أمولة ما مشيش ورا العباية السودة، أنا عارفاكم بتحبوا العباية السودة. يا واد أنت نازل تصلي ولا نازل تاخد ذنوب على الصبح؟ وبعدين هما بيعملوا كده علشان يقطوا العريس، وبما أنك أنت بتتفرج على خالتك أمولة حبيبتك، ها تتفرج عليا ولا لأ؟ يا واد سيب الموبايل يا واد، يبقى أنت دماغك حلوة ونظيفة وعريس ما يتفوتش، فحاسب يا ننوس عين امك يا ننوس عين خالتك من جوه، حاسب لا تقع في الفخ لك ضربه عليك وعلى وكستك. عبايه سودة مالها العبايه الالوان؟ الله يرحمه كان بيحبني بالالوان. يلا خد يا موقوسه انت وهي، اسمعي من خالتك اموله نصايح ليله العيد كده تنوري وتنطفي. هقول لكم النهارده على كام ماسك كده يجيب من الاخر، اه والله يجيب من الاخر، حتى بصوا الجمال والحلاوه دي من طريقته ماسكاتي يغبني. اسمعي يا بت، يا بت انت يا بت هتبصي يمين ولا شمال ليه؟ ما تسمعت لك ضربه. خدي قرشانه هنا، تعالي اقول لك على ماسك يجيب خطيب صاحبتك اللي عينك عليه، ايه عينك عليه من العيد اللي فات. يا قرشانه يا ام قلب اسود. اسمعي يا بت، هتجيبي طبق حلو زي ده، كبير لا صغير على قد قلبك، اللي هيشيل واحد بس ما يشيلش عشرة لكم ضربة. وهتجيبي بقى نشا من عند العطار، نشا أبيض مش أحمر، ودي بقى مية ورد، مية ورد مش مية من الحنفية، اوعى تجيبيها. وتحطي كده هون كده هون، تحطي كمان تكتري عشان تبيضي كده من جوه ومن بره. مش عارفه البنات دي اكتر كمان اللي هي تبيضي. يلا ما احنا طالعين من الشتاء وكله جلخ، سديتوا نفس الرجال الله يسد نفسكم. اهو كده هو عامل كده ليه؟ حلو 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 شغال معاكم حلو. اهو كده بصي يا اختي، بصي يا بت، هيبقى كده بصي مهلبيه ما شاء الله. المهم هتاخديه كده اهو، بصي للمصداقية، ها بصي يا موكوسة يا بيت سيبك من الواتساب يا بيت، مش هيرد عليك دلوقتي مش فاضي، اهتمي ببشرتك. يا قرشانة حطيه كده كده ولايطي، لايطي هنا ولايطي هنا وهنا اهو وهنا، لايطي على قد ما تقدري، لايطي لايطي. وسيبيه بتاع قد ايه يا خالتي أمولة، قد ايه قد ايه، 3 4 ساعات. هتطلع بنت مفعوصة تقولي يا خرابي يا خالتي أمولة 3 4 ساعات مع عشان يتنور وشك يا اختي، عشان تبيضي يا اختي، وبعدين تبيض ويشيل الجلخ، ده انتوا طالعين من الشتا يا معفنين. اسمعي يا بت، بعد 3 4 ساعات 4 ونص يعني، خشي الحمام، افتحي الحنفية بتاعت الحمام وطشي وشك بشوية مية، وتجيبي الليفة، عارفة الليفة أو الحجر الأسود ده؟ الحجر الأسود حلو بلاش الليفة، وامسكي وشك وادعكي ادعكي ادعكي على قد ما تقدري، ضحكي ضحكي ضحكي. فهمتي يا حبيبتي؟ ليه بقى؟ بعد ما تخلصي الضحك هتلاقي وشك أحمر ونضيف وأبيض. يا رب عبال ما وشك يتلاقي وشك ابيض كده حلو حلو حلو، انضفي انضفي من بره وعبال ما تنطفي من جوه يا رب. يا قرشانه يا قرشانه عينك على الواد، ما تسيبيه يتهنى بخطيبته يا بت،
يلا بلا وكسه، ابى افكركم ماسك تاني. استنوا بس اشوف ماسك تاني. فرنساوي مين يا ماما يا مزعزعه؟ ده انت ما حصلتيش يا بيت حزمه جرجير يا بيت. وخلصنا يا رشان انت وهي من ماسك النشا. واقول لك بقى يا اختي على ماسك يجيب معاكي من الاخر، على راي ستي الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. كانت ستة أميرة قوي قوي قوي، كنت بحبها خالص مالص والله العظيم. كانت بتقولي إيه يا بنتي يا أمولة؟ ماسك الليمونة يوديك عند المأذون. وأنا سمعت كلامها والله، عملت ماسك الليمون وداني عند المأذون. الله يرحمك يا حاج، كان عسل. اسمعي يا موكوسة انت وهي، عارفة يا أختي النص الليمونة اللي انت رمياه في باب التلاجة في الدرج؟ لا، باب التلاجة. هاتيه، استني انا جايباه معايا. وراح فين؟ والنبي عسل. ده كان باب التلاجة من السنة اللي فاتت. هتاخدي نص الليمونة ده في الدرج؟ لا انا قلت خليكي فاكرة يا بيت. سيبك من المسلسل يا بيت واسمعيني، لك ضربة. الله، انا بتكلم مع مين؟ مع امي؟ دي كلها نصايح ليكي. الهي يا رب تتصي بعريس شبهك. اسمعي يا بت، تمسكي نص الليمونه كده وادعكي وشك كده 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 اهو كده اهو، هتقعدي ساعه تدعكي بوشك فهمتي، وتريحي شويه وتاخدي نفس، تجيبي كوبايه شاي وتشربيها. تخلصي كوبايه الشاي ارجعي تاني امسكي نص الليمونه وادعكي ادعكي على قد ما تقدري. شوفي كده اهو، ادعكي كل الاماكن في وشك. وتخشي على الحمام تفتحي المية السخنة الساعة، لا المية السخنة، وطش وشك من المية السخنة، عرفتي؟ وبعدين بعد ما تخلصي المية السخنة تجيب الحجر الأسود، نفس الحجر الأسود بتاع ماسك النشا، على المية الباردة بقى المرة دي عشان وشك ما يلتهبش. أمال إيه؟ وادعاكي ادعاكي فوق وتحت، تحت وفوق، يمين وشمال. شمال لا، يمين، عشان اللي بتسمعني تبقى يمين، اللي ما تسمعنيش تبقى شمال. فهمتي يا موكوسة؟ تكون ضربة. إلهي يا رب تنضفوا، أنا تعبت والله. عم أنضف بيكم من جوه مفيش فايدة، عم أنضف فيكم من بره وأنتم من جوه أسود أسود سواد. واحدة يا أختي بصي لي الخطيب صاحبتها، والتانية أحطالي واحد هنا وواحد هنا. تكون ضربة تقوم ضربة والله. زهقتوا الشباب، زهقتونا. آخ يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت شايل وساكت، هعمل ايه يعني؟ يلا هقول لكم شوية نصايح حلوين للمكياج ولبس العيد، بدل ما انتم ترعبونا كده. وكسة مفيش فايدة، مفيش فايدة. وبعد ما خلصنا من الماسكات نيجي بقى على المكياج. هو ينفع موكوسة منك ليها يجي العيد من غير ما تحطي مكياج؟ اسمعي مني يا بيت انت وهي على المكياج الصحيح، مش تروحي يا اختي تدفعي لي 5 ولا 6000 جنيه وترمي لي فلوسك في الشارع عشان تعملي لي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حد يقول لي اسمه ايه؟ محدش فاضي. ايوه المكياج الثابت على ايه؟ عشان يبان جمالك طبيعي. بلا وقصة يا اختي، ما احنا دفنينه سوا يا ماما، طبيعي ايه يا اختي؟ تعالي هنا عند خالتك أمولة يا بت، وانا هقولك تعملي المكياج ازاي، ها؟ وتلقطي العريس ازاي. اعملي لبسك مكياجك لون لبسك، هتطلع بنت مفعوصة من بتاعة اليمين دول. هتقولي هعمل ازاي لون لبسي؟ انا هقولك يا حبيبتي هتعمليه ازاي لون لبسك. اسمعي موكوسة انت وهي، طالع السنة دي اللون الأخضر. شفتوا الشياكة؟ شفتوا الشياكة الطعامة؟ أنا لسه شراب أخضر أهو أهو، عشان أبقى تبع الموضة. أمال إيه؟ البسي طقم أخضر كله أخضر، خضريها، الله يجعلها سنة خضرة عليكي يا حبيبتي، خضريها. بعد ما تخضريها تعالي بقى اعملي المكياج، حطي روج أخضر وفوق عينك أخضر، وصبغي شعرك اخضر، وامشي في الشارع
مالكيش دعوة، الناس كلها هتبص عليكي، هتبقي قمر شجرة متحركة كده اهو. وامشي كده وامشي كده، ما تمشيش كده، لا امشي كده وامشي كده، هزة يمين وهزة شمال، وامشي يا بنت امشي 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 كده اهو، هتلاقي العرسان ايه تتنطط على الشجرة، اقصد على باب بيتكم، بس يبقى اكنسوها كويس ونضفوها وافتحوا الشبابيك علشان ريحة الكمكمة، تكم القرف خنقتوني. يا اختي امبارح وانا في السوق بجيب شويه خضار، قش طماطم وقش كوسه، نفسي حفتني كده على محشي كوسه، جت بنت مفعوصه بتقول لي ايه؟ الا قولي لي يا خاله انفخ شفايفي ازاي؟ ولا انفخها عند مين؟ يا حصتي ياما تنفخي شفايفك؟ ليه يا حبيبتي؟ دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا يا اختي. بس ايه؟ انا هقول لك على طريقه تجيب معاكي من الاخر، بدل ما تنفخي على 31 وتبقى عامله كده اهو. بص يا بت، هتجيبي قلم روج، لا بلاش ده، ده غالي، سايباه من المناسبات السعيده، كنت جايباه ب2 جنيه من 3 سنين. بص يا حبيبتي، هتجيبي قلم روج والمرايه. يا اختي اسم الله علي، استني، ايه بت الحلاوه دي؟ ايه بت الطعامه دي؟ والنبي عسل، اسمعوا نصايح خالتك اموله، اسمعيها يا بنت عشان تبقي حلوه زي كده. هتجيبي قلم الروج كده اهو ولياطي كده، اهم حاجه التحديد، وحطي لفوق كده اهو، وحطي كده اهو كده كده، لياطي على قد ما تقدري، وركزي على الالوان الفاتحه تديلك كبر اكتر كده اهو. اقل حاجه يا حبيبتي الروج، سهل ومريح ومعاكي على طول، احسن من النفخه على 31. ولياطي كده اهو كده اهو كده اهو، وتركزي لي على الالوان الفاتحه. وبصي وانت بتحطي الرز، الرز رز ايه يا بت يا خاله؟ ايه يا اموله؟ والله جعانه، اصل سايبه المحشي على النار. يلا يعني ليه كده اهو؟ انت يا بنت يا موكوسه انت وهي، عارفه لما كنتش غالين عليا ما كنتش سبت المحشي وجيت، بس عشان انا بحبكم والله. اها كده اهو يا اختي جميله، قمر 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 يا اختي قمر، ولا كاني نفخه على 36. امال ايه وضمانه ايه؟ معاكي على طول على طول معاكي. ونصيحة مني للمواكيس، اوعى يا موكوس تاخد النفخة وتشتكي بعدين من سوء الصناعة. طبعا العيد يعني لبس العيد، والموضة كمان السنة دي غير الأخضر، عينكم على شرابي أنا عارفة. لا الموضة السنة دي يا بت يا بت يا بت اسمعي، ده أنا هقولك على سر الموضة، يجيب لك العريس على قفاه، قفاه يجيبه لك على وشه. اه والله دي متجربه خالص مالس، اسمعوا مني دي جابت من الاخر، اكيد كلكم شفتوا حبيبتي حبيبتي واختي وجارتي الاستاذه الكبيره مربوحه. شفتوها عملت ايه مع الكبير؟ جابته على وشه، جابته بكام؟ ب20% بس الاكره. في ايه يا حبيبتي لما تبحبحي شويه وتخليها 60 ولا 80؟ وسعي يا اختي، وانت وبقى وكرمك عملتيها 100 تبقي بنت 100 100، لان الشباب بيموتوا في الاكره، بتطلع كل حاجه. اه والله، بس اوعي يا بنتي يا موكوسه تروحي تصلي صلاه العيد بالاكره، حكم الذنوب ممكن توقعك بواحد شبهك وانت لسه على المحاره بلا وكسه. يلا هنعمل ايه؟ كله لله، كله بثوابه. اه والله يا اختي عليا وعلى جمالي، تابعوا النصايح دي هتبقوا قمر زي وزي شياكتي. انا بصوا انا الناس كلها، طب تعالي يا بت كده، ما تيجي يا بت اقول لك، انا واحده جارتي ماشي وانا نازله قالت لي يا خرابي يا خالتي اموله ايه يا بتش الحلاوه دي؟ قلت لها على كام نصيحه كده عرفتي، قامت عاملاها وانا في الطريق، ده ما فيش نص ساعه وانا في الطريق، قالت لي خالتي اموله نصايحك جابت معايا من الاخر، والمضروب جاي يخطبني.
عبال ما تتخطبوا يا رب، بس صفوا النية وانضفوا من جوه زي من بره. بلا وكسة يلا. آه يا كيد العزال من يومي أنا. أيوة آه أيوة آه يلا. يا سنباتك قوي قوي يا مهندم، اسمح وزورنا الليلة يا فندم. أنا استناك والنبي، ده أنا مروقة الصالة ومبخرة وعاملة الكحك والبسكوت بس من غير النشا والليمون. يلا بقى أشوفكم على خير. ما تنسوش الروج سهل ومريح احسن من نفخ الواحد والتلاتين. اوعي يا موكوس انت وهو تمشي ورا العبايه السودة ولا حزمه الجرجير، خليك مع حزمه البرسيم يا واد. يلا اشوفكم بالعافيه. تجوكسوا وكل سنه وانتم طيبين.